نحب نطمن السادة المستمعين اللي كونوا ما عندناش عجز مائي بالنسبة لمياه الشرب. الحالات نقص ما فاتش 15-20%. الموسم هذا نزيد نعاودها راه فما نقص فادح في مخزونات مياه الري. مياه الري ولا مياه الشرب في المخزونات بصورة عامة عندنا نقص في حدود 400 مليون متر مكعب. هو إشكال العطش يعني يطرح بطريقة يعني حادة في ظل التغيرات المناخية، يعني هذا أساساً وبراتيكمون السيناريوهات الكل تبين أنه ثم يعني تناقص للتساقطات الأمطار في المدة القادمة سواء في 2020 ولا 2050 ولا ربما حتى من بعد. دونك لهنا على مستوى استراتيجي يلزمنا نخمو في وضع استراتيجيات لمواجهة يعني الوضعية هذه. هو حاليا فما منظومة متاع منظومة السدود الشمال اللي هي المناطق اللي فيها أكثر يعني تساقطات يعني الأمطار، على أساس أنه يتم المياه هذيك يعني يتم يعني تسخيرها وتوظيفها على الأقل لمواجهة الإشكال هذه. على مستوى استراتيجي يعني ما فماش هنا في تونس ما عندناش يعني هياكل اللي هي الهياكل الوحيده اللي هي معناها قادره على اللي هي تعنى بالشيء هذا، هي ادارات يعني وزاره الفلاحه. والاداره هذه اولا معناها ما فماش في طريق تسيير يعني الموارد هذه ما فماش حضور يعني لممثلي يعني المستهلكين ولا المجتمع المدني في تسيير الشأن هذا، على الأقل في مستوى يعني معرفة الحدة الخطر. نعطيك أنا وضع آخر، هو أنه في نحن نعيش في مناخ متوسطي، والمناخ المتوسطي على في كل عشرية فما بين 3 إلى 5 سنوات يعني ممطرة، وفما بين يعني 5 إلى 7 سنوات يعني جفاف. الإشكال يعني يطرح بحد أكبر في السنوات الجفاف، كما معنا مثلا في حكاية انقطاع الماء يعني يطرح في سنوات الجفاف. إلى جانب يعني في وضعية العطش وعندها انعكاسات أخرى، عندها انعكاسات صحية مثلا أنهم العباد وقت اللي يقص عليهم الماء يمشوا يستعملوا يعني موارد مائية غير صالحة يعني صحيا للاستهلاك، وظهرت يعني حالات بتاع إغلاق مدارس مثلا في جهة القروان لحكاية بوصفير يعني لباتيت آ اللي هي مربوطة بمعناها بمياه مستعملة يعني مستهلكة غير صالحة للشرب. يعني هي مسألة الحق في الماء يعني هو حق يعني إنساني واحد أساسي يعني ستاندرواي ما فوندامنتال، ما يمكنش وحتى الدستور يقرب الشيء هذا، لكن الضامن لوصول الماء يعني للمواطن هو الدولة يعني الأوتوريتي بيبليك. الناس اللي هما موجودين يعني قراب الموارد المائية وما عندهم مش ماء، هذا إشكال يطرح على السيد اللي هو معني بإيصال الماء للمواطنين هذوما. علاش الإدارة يعني سواء وزارة الفلاحة بمختلف هياكلها ولا الصناد ولا غيره، علاش الإدارة ما خمتش في إيصال الماء صالح للشراب للناس هذوما خصوصا وانه ثم موارد؟ بالنسبه للمناطق الريفيه ديما اون ديكالاج بارابور للفضاء لسباس اوربان يعني الفضاء الحضري. اسبابه معقوله نسبيا، لكن ثم تاخير كبير في الاستجابه للمطالب المواطنين هذه، وهنا تطرح اشكال يعني في تصورنا نحن كل الفضاء الريفي، علاش المواطن هذاك ما يتمش يعني توفير الحاجيات نتاعو بشيء كيما بنفس النوعيه كيما الواحد، لانه هو في الاخر مواطن كيما يتمتع بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات كاي شخص اخر موجود يعني في البلاد هذه.
التلوث عادة يعني يتم تعريفه بوجود يعني شو اسمها بوجود يعني ملوثات. الملوثات فيها ياسر انواع يعني ما فماش كان الملوثات نتاع الوحدات لي ديشي نتاع النفايات يعني النفايات الصلبه لا فما زاد تلوث اخر فما تلوث يعني من مواد كيميائيه موجوده في سواء في الفلاحه ولا غيره ثم ياسر يعني وحدات مجاري مياه اللي هي تصب يعني في 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 سدود ملوثه مثال يعني البراج سليانا بار اكزومبل ولا حتى في على مجرى يعني واد مجرد وما الى ذلك وفما الملوثات الجديده يعني هذوما لي بوليون ايمرجون اللي هما لي زونتيبيوتيك ولا غيرهم هذه يعني معقده الى حد انه معناها التصور القديم يعني للمصادر التلوث وما الى ذلك هذا ما عادش ني بلو فالابل يعني في الكونتكست اكطوال نتاع تونس وفما لا بوليسيون الاخرى لا بوليسيون نتاع الوحده نتاع من لي زانترون في المستعملين في الفلاحه واللي هما ممكن يعني يوصلوا للميد المائي للوطن يلزم فما دي ميكانيزم او اليات تجد لمراقبة يعني نوعية المياه وإيجاد يعني حلول عملية وممكنة للحد من تلوث يعني المياه ونحن نعرفه جيدا أنه النوعية عادة يعني نوعية عموما يعني نوعية المياه في تونس ما هيش من نوع جيد ياسر بخلاف المياه الموجودة في أقصى الشمال تسيير يعني للموارد المائيه مرفق عام ماهيش مرفق خاص وما هوش حل يعني انه اذا كان نلقوا مشكله في اداره الشان العام راهو بالضروره يعني يتم الخوص او الدفع نحو خوصته لانه الماء هو يعني عنصر حيوي يعني يحدد مستقبل يعني الاجيال القادمه مش ممكن يعني يتم تركه للخواص يلزم يبقى ديما مرفق عام ثم معناها الموديل الكلاسيكي نتاع فرنسا يعني اكزومبل نتاع فرنسا وتم الخوصه وتم ثم معناها مسار كامل للتراجع على خوصه المياه لانه الماء هو معناها حيوي الى حد انه ليس من الممكن يعني تركه للخواص لانه الخاص معناها القطاع الخاص هو الغايه نتاعه هي غايه ربحيه بينما تسيير يعني المورد هذا المورد نتاع المياه على الأقل الموارد الطبيعية بشكل عام يعني يجب أن يلبي حاجات المجتمع قبل ما يلبي يعني القطاع الخاص ثم عندنا إشكال آخر هو يعني وقت اللي تصير كونفليت دانتيري ما بين يعني القطاع الخاص ما بين مجموعة من القطاعات أو مجموعة من المنتفعين أو المدخلين لهنا الاربيتراج اللي شكون باش يبقى باش نخلوه للقطاع الخاص هذا من غير ممكن يعني نجم نوصل للوضعية أنه عباد في العطاشة وناس يعني يتمتعوا بموارد كبيرة والوضع يبدو طبيعي في حين أنه لا مجال يعني للوقت اللي نحكوا على مسألة العدالة الاجتماعية لهنا ثم زاد كيف عدالة في توزيع يعني المياه بنوعية جيدة أو بكمية يعني كافية للمواطنين الكل المسألة دي قطاع الخاص لا تعنيه ومعناش يعني في تونس قطاع خاص يمشي في الاتجاه هذا هو ديجا يعني لو كان يتم تقييم على الاقل الى حد اللحظه هذه الدور القطاع الخاص اللي هو يعني في تعليب المياه المعدنيه وما الى ذلك ما هو الدور الاجتماعي لهذا القطاع يعني يعني هل انه ثم مسؤوليه اجتماعيه للقطاع هذا بخلاف الخطاب يعني التقليدي حول التشغيل وما الى ذلك واحد هو يستغل في مورد عام ويبيع فيه السيد هذا شنو يعني لابور نتاعو للمجموع الوطني بخلاف الثروه اللي ركمها هو حق يعني حق الوصول للماء يعني المواطن هو حق مكتسب للناس الكل على اساس
المساواة يعني في الحقوق والواجبات. معناها هذا سي ان دروا اليمونتير. اذا كان باش نرجعوا نناقشوا المساله هذه فنكون وخرنا ياسر. هذا سي ان اكي يعني للبلاد هذه. فما يعني تضحيات كبيره من اجيال يعني من مواطنين هذه من اجل ان نوصلوا للوضعيه نرتقوا بها مش نوخر بها لتاني.